الأعضاء يزيد عن 99%، ومعدل تزويد بالغاز يتجاوز أصحاب القيم مدراء التوزيع ومدراء السيد وزير الطاقة والملاجئ السيد وزير. Des laboratoires de contrôle technique pour l'exploitation agricole sur les 76 640. لقد شهدت بلادنا في السنوات الأخيرة انتعاشا في نموها من خلال تشجيع الاستثمار الوطني، وقد وضع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان والاقتصاد الوطني في مجال الطاقة من أهم أولوياته، من أولاً توفير بيئة معيشية جيدة للمواطنين، ولا سيما من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على الطاقة حتى في المناطق النائية. ثانيا، تلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية. لقد كانت سنة 2023 سنة التحديات الكبرى في صنع الغاز التي رفعها المجمع بما أوتي من موارد بشرية ومادية ليثبت مرة أخرى مكانته ككيان طاقوي استراتيجي قادر على مواكبة التغييرات الاقتصادية المتسارعة في الداخل والخارج، والتي وافقتها الرؤية الاستشرافية الواضحة والإرادة السياسية القوية للنهوض بالاقتصاد الوطني.